توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق هو محمد حمدان دقلو حميدتي اليوم إلى جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية، وتأتي الزيارة لحضور تكريم الذي تقيمه حكومة الجنوب بالتعاون مع اتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا لقادة السلام. أعلنت الحكومة إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بفيروس كورونا، وقالت في بيان مقتضب إن الوزير سيخضع للعزل الصحي بمنزله، وذلك بعد ظهور نتيجة إيجابية لفحص الكورونا. دعا الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي إلى ضرورة تطوير العلاقات بين السودان والسعودية والاستفادة منها ببناء شراكات استراتيجية لصالح البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية. وأكد هيثم في تصريح للسودان الآن 24 على أهمية تطوير قانون الاستثمار السوداني حتى تتم الاستفادة من رؤوس الأموال السعودية وإزالة العوائق التي تحول دون إنشاء مشاريع استثمارية ضخمة مشتركة في السودان. يصل إلى الخرطوم يوم الأحد المقبل المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، وتأتي الزيارة ضمن جولة إقليمية تشمل مصر، أثيوبيا وأفريقيا الوسطى. ويناقش المبعوث الأمريكي مع عدد من المسؤولين بالدولة تطورات ملف التفاوض في ملف سد النهضة ودعم الانتقال الديمقراطي. قدم الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 10 ملايين يورو لدعم هيكلة قطاع الصمغ العربي بولايات شمال كردفان، سنار، النيل الأزرق والقضارف. وتستهدف المنحة تطوير واستزراع مساحات الصمغ بمناطق الإنتاج بجانب الاهتمام ببناء القدرات للمنتجين.